انتر الحب، انتر ميلان بطل اوروبا، اي ان رأفت ابو حميد وائل جيجي جيش تحفيز شباب الكل. شو رايك نضل نلعب للصبح ونحكم والداعمين؟ اي احسن والله الحكم ثلاث جولات، نحن بنات وانتو رجاله. راح يعطيك قبل على قبك. ست جولات اليوم بس لحالهم، اسمعي اليوم لحاله ست جولات. مش في مزاجي عليه هكا، عليش الزحف؟ هات ايدك فوق كتافي ولف الدنيا لف لف. نعرف يمزح يا جماعة نعرف، اما ما كثرت لها حتى انا بالخسارة، فهمت؟ ما انا كثرت لها. ما هربت يمين ما يحكمني، وانا كثرت لها بالخسارة. خلاص ما هربت، فكوني بلا هربتي. حدا مع القارة شو ضحى؟ طواني والله لاني لعبة معك. هيا شو بدك؟ والله لاني لعبة معك. ليش تلعب معي؟ ما عندك مستوى. ما بدي لعب، بدي انام وانا فايز وتنامي وانتي خسرانة. المهم انت عارف سكورك انا شنو، نعرف اني انا كي باش نلعب ضدك باش 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 نربحك. فانت طب اذا باخذ اول جولة، اذا بتاخذ اول جولة وقسم بالله لا تاخذها. اذا باخذ اول جولة يا ضحى، شو اذا باخذ اول جولة؟ هي شنو نعمل لك تاخذ اول جولة؟ ما تاخذ بدك تحط على قبك الجنرال وما تشيليها لاخر اليوم. عصير ابو ليرة ضحايا وانت وسناباتي وصحباتي وماركات جوكشي وشاكيل وانت انا بدي اطفي لايفي. ها طلعي تيجي تنزل لي اسد اذا تاخذي الجو اول جولتين يا ضحى. بدي اطفي لايفي واجي اضل عندك باللايف لبين ما تنزل لي اسد. نزل لي اسد وفكتي اسد. يلا لا قول انا والله هنزلك اسد ضحى. ها لا لا بعرف بعرف انك مش راح تفوز. انا ما انزل اسد. لا قل لي والله لا نزل. ليفل 40 يا خايتي نازل فيه من البنات. وانت شو؟ انا زلمي. انت زلمه؟ اه اعطيك قبل على قبك حواجبك زي خط النمل. عادي عندي شوارب اقوى من شواربك. روحي ولا شوارب ولا مبي طالع لك اشي، حلقاهم شفره زرقاء. نزلوا مش بالشوارب، بالمواقف. بالضبط بالمواقف. اشربي اشربي عصير ابو ليره، اشربي باللي ريقك. كيف الخساره؟ طعم الخساره حلو ما؟ جولتين رايح جاي. جولتين فوزك يمين. لا نزل عندي سكور. ما خسرني. المرة الأولى بعد 1000. لا حبيبتي الجولة الأولى نزلنا 20000. بعينيك هذوك محطهم. في مناخيرك. أنا مش لاعبة راهو. خايفة؟ لا مش خايفة، خاطر نعرف إن ما عندكش مستوى. فحمسنا. الكلام هذا ما فيش، بدير بالك الكلام هذا بحاسبك عليه. أمورك. بحاسبك عليه، لا تخلينا شد. اخ انت في النهار في الليل راهو ياسر ياسر حجعه. جعت انا عندي مكلف السياره. شباب ايش جوله ولا تنتين نلعب معها اخر شيء ونطفي ننيمها خسرانه، شو رايكم؟ جيجي تجي على اسد. على اسد علي وعليكي. جولتين يلا. واذا ما تنيم شو اعمل لك؟ شو اذا انا عادي الحمد لله يا ربي برمي معروف. وانا برمي ايش الحمد وانا الحمد لله برمي معروفة. عمرك لو ترمي تبيت في الكلينيك. مين انا؟ انا حسابي الثاني ليفل 42 يا ضحى، لا تقعد تتفلسف. نعرف كان حسابك هذا. المهم حمسنا حمسنا، تيجي ترمي لي اسد. انا قلت اللي يخسر يجي يرمي للثاني اسد. وكي ما ترميش انا ما ارميش، انا انزل اسمي عشان اسد قدام 20000 واحد. مانيش دخل فيك مرجية يلا، مانيش دخل شباب. فيك مرة جاية ما عادش نلعب معاك. تكبيت جماعة ثلاثة كبسات على الشاشة. اسمع اسمع لا تفوز حالك ولا تدعم حالك. كبسوا عصبت. كبسوا يا الربع عصبت. انتر الحب، انتر ميلان بطل اوروبا،
اي ان رأفت ابو حميد وائل جيجي جيش تحميد شباب الكل. شو رايك نضل نلعب للصبح ونحكم والداعمين؟ اي احسن والله الحكم ثلاث جولات نحن بنات وانتم رجاله. راح يعطيك قبله على قبك. ست جولات اليوم بس لحالهم. اسمعي اليوم لحاله ست جولات. مش في مزاجي عليه هكا. عليش الزحف؟ هات ايدك فوق كتافي ولف الدنيا لف لف. نعرف يمزح يا جماعة نعرف، اما ما كثرت لها حتى انا بالخسارة، فهمت؟ ما انا كثرت لها. ما هربت يمين ما يحكمني وانا كثرت لها بالخسارة. خلاص ما هربت، فكوني بلا هربتي. حدا مع القارة شو ضخا طواني والله لاني لعبة معك. هيا شو بدك؟ والله لاني لعبة معك. ليش تلعب معي؟ ما عندك مستوى. ما بدي لعب، بدي انام وانا فايز وتنامي وانتي خسراني. المهم انت عارف سكورك انا شنو. نعرف اني انا باش نلعب ضدك باش 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 نربحك. فانت طب اذا باخذ اول جوله؟ اذا بتاخذ اول جوله وقسم بالله لا تاخذها. اذا باخذ اول جوله يا ضحى شو؟ اذا باخذ اول جوله هي شو نعمل لك؟ تاخذ اول جوله ما تاخذ، بدك تحط على قبك الجنرال وما تشيليها لاخر اليوم. عصير ابو ليره ضحايا وانت وسناباتي وصحباتي وماركات جوكشي وشاكيل وانت انا بدي اطفي لايفي. ها طلعي تيجي تنزل لي اسد اذا تاخذي الجو اول جولتين يا ضحى. بدي اطفي لايفي واجي اضل عندك باللايف لبين ما تنزل لي اسد. نزل لي اسد وفكتي اسد. يلا لا قول انا والله هنزلك اسد ضحى. ها لا لا بعرف بعرف انك مش راح تفوز. انا ما انزل اسد. لا قل لي والله لا نزل. ليفل 40 يا خايتي نازل فيه من البنات. وانت شو؟ انا زلمي. انت زلمه؟ اه اعطيك قبل على قبك حواجبك زي خط النمل. عادي عندي شوارب اقوى من شواربك. روحي ولا شوارب ولا مبي طلع لك اشي. حلقاهم شفره زرقاء نزلوا مش بالشوارب، بالمواقف. بالضبط بالمواقف. اشربي اشربي عصير ابو ليره اشربي باللي ريقك. كيف الخساره؟ طعم الخساره حلو. ما جولتين رايح جاي جولتين فوزك يمين. لا نزل عندي سكور ما خسرني. المرة الأولى بعد ألف. لا حبيبتي الجولة الأولى نزلنا 20,000 بعينيك. هذوك محطهم في مناخيرك. أنا مش لاعبة راوة. خايفة؟ لا مش خايفة، خاطر نعرف إن ما عندكش مستوى فحمسنا. الكلام هذا ما فيش، بدير بالك الكلام هذا بحاسبك عليه. أمورك بحاسبك عليه، لا تخلينا شد. آخ أنت في النهار في الليل راوية ياسر ياسر حجعة جعت. أنا عندي مكلف السيارة. شباب إيش جولة ولا تنتين نلعب معها آخر رشي ونطفي ننيمها خسرانة؟ شو رايكو؟ جيجي تجي على أسد. على أسد علي وعليكي. جولتين يلا. وإذا ما تنتين شو أعمل لك؟ شو؟ إذا أنا عادي الحمد لله يا ربي برمي معروف. وانا برمي ايش الحمد وانا الحمد لله برمي معروفه. عمرك لو ترمي تبيت في الكلينيك. مين انا؟ انا حسابي الثاني ليفل 42 يا ضحى، لا تقعد تتفلسف. انا نعرف كان حسابك هذا. المهم حمسنا حمسنا، تيجي ترمي لي اسد. انا قلت اللي يخسر يجي يرمي للثاني اسد. وكي ما ترميش انا ما ارميش، انا انزل اسمي عشان اسد قدام 20,000 واحد. مانيش دخل فيك مرجيه يلا، مانيش دخل شباب. فيك مرة جاية ما عادش نلعب معك. تكبيت جماعة ثلاثة كبسات على الشاشة. اسمع اسمع لا تفوت. انت يا اشرف كشفناك على حقيقتك، شو تتهبلي؟ نعرف عليك انا تكذب على الناس. كذاب هاي. انا مديون علي ديون، ما دفعت اجار البيت صار لي 3 شهور. قول لهم عادي ما دفعت اجار البيت صار لي 3 شهور. لا تكذب عليكم.
بلاي عندي أكل في السيارة، رح أطلع أجيبه. هاي عندها رنج روفر أحمر أجار معروفة من جوا. لا 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 تقولكوا أجار، تشتري رنج كل دولة تنزل تشتري منها سيارة. مش خاصة يمي، كان عندي رنج في الأردن وسيارات في نقول أنا نتباهى بالشيء هذا. وش خاصة يمي، ما واحد ما ينكرش نعمة ربي. كان عندي راني قلت محسوبة متنكر أنا، دي فضل من عند ربي. ها بلشت تعمل دراما، بلشت ما ننكر خربت عشان تستعمل دراما على أي شيء. تنكروا في النعمة عادي، الحمد لله. أما فأما بنعمة ربك فحدث. مستورة، بس في ناس تركب تكاسي وناس تركب رنجات. ناس تركب يا دنيا يا غدارة، ركبتي الخايس رنج روفر والجنرال ركبتي تاكسي. شوفوا ماخذة فيلا، في بنت عندها سيارة تشنن يا أخي. شوف هاي هي البنت غادي، واي بتجنن البنت. بضربت هيك أشرف. حلوة. محلية من جاراتي والله يجننوا يا أشرف جاراتي. ما عندها مبادئ؟ ضحى عندها مبادئ؟ عندها مبادئ وأخلاق وكل شيء. بحياة ربك والله عندها أخلاق. ضحى أنت في البيت بيرد الدنيا برا، عمان بيرد والله. عمان يا أرض يلا تلعب الفاصلة. بلعب بخافش. يلا آخر جولة ولا ضطفي، أنا صار لي ساعتين فاتحة بكفي. تيجي ترمينا الأسد يلا بسرعة، ده راح أطش على البحر اليوم معزوم. بدك تروح طش مع البنات مش على البحر. والله ضحايا عمرك طلعتي تخيمتي؟ تخيمت صحراء جبال. رحنا لك جروب من يومين. لا 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 ما في خوف، في أمن، في 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 سكيورتي. شوفي والله رحنا لك جبال صحراء كبيرة وهالخيام ونار في الليل والجو هيك وشوي. والله ضحى نفسيتك ترتاح. جروب بحبه. جروب رحل. ما عندي صحابي بس تيجي نروح جروب. والله ما عنديش صحابي. لك جروب نروح جروب مع ناس ما بعرفهم وكلام. جيب بروح هناك ومن صاحب الاجانب زيي. بس انا بروح هيك هاو ار يو جود مورنينج جود مورنينج وبسلموا بحضنوا البنات هناك. ما احنا عادي بنسلم في تونس. انا بروح هناك عشان اسلم. احنا في تونس بنسلم عام. والله انا بسلم وبروح هناك كل مره. والله ضحايا تفتح لايف هناك. في نت خيتي يا خيتي على اللايف شو بيطلع محلاه. نفتح انا وانت هناك مل. والله نروح جروب والله. طيب احجز لك. شو احجز لك؟ تكت لدبي. لا تجي مش حلوة، مش حلوة طلعة، مش حلوة خالص، اوعك تجي. شفتوا لا لا ابشري والله. تقول ود بدها تيجي وناقص عليها التيكت، والله ذهاب واياب احجز لها هلا. احجز للبنات لي. والله ما احجز لحد انا. زودك احجز لك، هاي قدام الناس هلا احجز لك. بعدي صورة باسبورك. احجز للبنات واحجز لك فيرست كلاس. بزنس كلاس مش فيرست. بزنس كلاس، بزنس كلاب، بزنس كلاس ولا يهمك. كم بنت حجزت لها؟ شي 8. ما شاء الله السنة هاي بس 8. حلو. شو تاكلي؟ ناكل في بطاطا وسلطة عشان ما اسمن سلطة سلات سيزاغ. اخذتها من المطعم اللي كنت فيه، قلت لهم لفوا هذي بدي اروح بيها لانها كثير عجبتني. تحب نتلاقوا فيه جماعة بكرة؟ نعود نمشي له نتلاقوا فيه كنا
في الدبوق المطعم قبل ما اروح اخبركم. عاملت اعلان عشان تقبض بكره، يلا ها اشتغلت. مطعم اغنياء والله. طيب عاملت اعلان عشان تطلع حق السفريه. عامل نشتغل ايش نعمل؟ شو قصته هذا اللي طلع يتكلم مع الزعيمه؟ والله شفته. اعطيني اشاره بس، ها اذا ما ابعر شو بدك ابعر لك اياه؟ خليه والله قب خ... خلاص. اذا تجيب سير الضحى ثاني. بسألك سؤال، تعرفوا ولا ما بتعرفوا؟ قول الحق. والله ما اعرفه، بس حكى على الزعيمه اخذ ترند. خلاص هذا اللي بديه. ايوه وعش فدام قالوا لك ما بتنزل، ما تنزل من مستواك، خليك متنزل من روعك. ترد عليه ولا تذكر اسمه؟ شغله مع حارة الضبع. شباب انطروني برات الحارة، نروح نجيب اختكم سعاد خانم مرت العقيد ابو عصام. وعليا شوف هاي شوارب العقيد. شوفي تصدقي ضحايا، رحت عملت عمرة، اول دعوة دعيتها يطلع لي شوارب، روحت من العمرة طلع لي، اقسم بالله العظيم. شي قبل 4 شهور 3 شهور. حطينا رحت 4 شهور 5 شهور. ليه زمان ما كان عندي شوارب، رفعت ايدي قلت يا رب بتنمروا علي شوارب. والله روحت اسبوع كان عندي شوارب، اسألي المتابعين اللي كانوا معي. عملت عملية زرع؟ والله ما هو عملية، والله شوارب. شو عامل ابر في وجهك؟ اعوذ بالله، ولا عمري عملتها. عادي ابرة نظارة. ولا عمري عملتها، قالوا لي عنها، والله ما عملتها. اعوذ بالله. صح عليكم الشباب، مصاريفهم الكل بتروح على البنات. كيف بساعدك؟ والله ما بطلع من البيت، يخرب بيتك. هذيك المشكلة. يلا باي باي باي. الله لا يوفقك.